توافد أعضاء مجلس النواب على مقر المجلس للتوقيع على نماذج تزكية المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024. وقد أتاحت الأمانة العامة للمجلس نماذج التزكية والمعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات تفعيلا لنص المادة 142 من الدستور، والتي تقضي بأن يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح 20 عضوا من أعضاء مجلس النواب.